حنا كنتواجدوا في القطب الجديد، قطب شركات ناشئه بالمعرض الدولي للفلاحه بمكناس. هذا يعني اول مره في تاريخ المعرض كتكون واحد الفضاء ديال شركات ناشئه، والحمد لله كاين شركات ناشئه مغربيه ودوليه، شركات يعني كيشتغلوا في المجال ديال التكنولوجيات الدقيقه والحديثه في المجال الفلاحي. يعني عندنا تكنولوجيات الري الذكي، تكنولوجيات انترنت الاشياء، تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، عندنا الزراعه الافقيه والعموديه، وعندنا كذلك يعني تكنولوجيات عندها علاقه بالطياره بالدرون، يعني الطياره دون طيار، اللي كيمكن لهم اليوم كيعاونوا الفلاح المغربي باش يمكن له يطور الفلاحه ديالو، كيفاش يمكن له ينمي من المنتوج ديالو وفي نفس الوقت يقلل من استهلاك المواد الاوليه. كاين المواد الاوليه اللي هي بطبيعه الحال الماء اللي هو كيشكل واحد العنصر حيوي، ولكن كاين يعني تال لانغري تا الدواء وتال المجهود، لان تال المجهود راه عنده واحد يعني ثمن باهظ.